سعداء أن نلتقي عبد الرزاق الحنوشي. عبد الرزاق الحنوشي هو منشغل بالدرجة الأولى ومتابع الحياة البرلمانية باعتباره أنه فاعل حقوقي وجمعوي، أحد الوجوه المعروفة داخل هذه الحركة الحقوقية والجمعوية. المناسبة تتعلق بإصداره لكتاب موضوعه البرلمان وحقوق الإنسان، مرجعيات وممارسات. بطبيعة الحال هذا الكتاب هذا اللي غادي نتعرفوا على المضامين ديالو من خلال السي عبد الرزاق، اللي بطبيعة الحال هذا الكتاب الأساسي فيه وأساسي من هذا اللقاء هو أن هذا الكتاب الملاحظة الأولية أنه استقبلته طبيعة الحال الحركة الحقوقية والحركة الجمعوية سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى منظمات غير الحكومية بواحد الاهتمام كبير، باعتبار أنه أول كتاب يتطرق إلى موضوع علاقة البرلمان بمنجز حقوق الإنسان. لن أتحدث كثيرا عن الكتاب لأننا معنا السي عبد الرزاق، اللي أولا أول سؤال اللي ممكن يطرح معاه هو ما هي الدواعي الذاتية والموضوعية اللي جعلتك أنك تقتحم هذا الجانب المتعلق بعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان؟ شكرا. الدوافع وضحتها في الكتاب ولخصتها في دافعين أساسيين، دافع ذاتي ودافع موضوعي. دافع ذاتي يرتبط بمساري المهني ومساري كذلك كمدافع عن حقوق الإنسان، لكوني أتيحت لي الفرصة للاشتغال في المجالين معا، مجال العمل البرلماني ومجال العمل الحقوقي. ولاحظت أن هناك حاجة من جهة للمشتغلين في مجال العمل البرلماني على تقوية معرفتهم بمجال حقوق الإنسان، بل لاحظت كذلك أحيانا أن هناك نوع من النقص والحاجة إلى فهم منظومة حقوق الإنسان وطريقة اشتغالها إلى غير ذلك. ومن جهة أخرى لاحظت أنه المشتغلين في مجال حقوق الإنسان سواء كانوا مناضلين أو مدافع حقوق الإنسان أو كانوا كذلك من موقع مؤسساتي يشتغلون في مجال حقوق الإنسان، هناك كذلك حاجة إلى معرفة العمل البرلماني وآلياته ومساطره، وبالتالي اهتديت إلى أن هناك ضرورة لنوع من التجاسر ما بين المجالين، مجال حقوق الإنسان ومجال العمل البرلماني. وكانت يعني إحدى دوافعي هو أن أساهم في هذا التجاسر ما بين المجالين. العامل الموضوع كذلك هو أنه عندما بدأت يعني أفكر في الموضوع، أول ما قمت به هو أن أبحث في ما تم إنجازه في هذا المجال قبل أن أقدم على هذا العمل، فوجدت أن هناك شحا وندرة للاهتمام بهذا الموضوع، وقد أشرت إلى ذلك في الكتاب، بحيث أنه في المجال يعني البيبلوغرافي اعتمدت فقط على مساهمتين عبارة عن ورقتين بحثيتين في الموضوع، الأولى ترجع إلى 1984 والثانية ترجع إلى 2018، وهي عبارة عن أوراق بحثية أو مقالات نشرت في بعض المجلات المتخصصة. وبالتالي هناك بطبيعة الحال حاجة وضرورة لاستكشاف هذا المجال، مجال علاقة البرلمانات والبرلمان بحقوق الإنسان، وأين يعني يوجد هناك بطبيعة الحال التقاطع في اهتمامات البرلمان بمجال حقوق الإنسان. بطبيعة الحال أن هذا الموضوع مادام أنه باعتباره هذا الكتاب هو مؤسس، واحد المرجع مؤسس لموضوع كما جاء في تقديمكم،
إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن حول القضايا الأساسية التي ركزت عليها في الكتاب، وكذلك ما هي الصعوبات التي واجهتك باعتبار أن هذا العمل هو عمل مؤسس ضروري أن تكون هناك نوع من الصعوبات. الكتاب كما يبين ذلك العنوان الفرعي يعني مرجعيات وممارسات، يهدف أولا إلى تقديم يعني أهم يعني المرجعيات المرتبطة بموضوع حقوق الإنسان من خلال التعريف بالمنظومة الدولية وبكذلك الأدبيات المرجعية الأساسية، وأيضا التعريف كذلك بالأدبيات المتعلقة بعمل البرلمان في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الأدبيات ديال الاتحاد البرلماني الدولي وديال المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وكذلك التعريف بالآليات الموجودة التي تعنى وتهتم بهذا المجال، مجال حقوق الإنسان من زاوية البرلمان. وحاولت أيضا أن لا أبقى فقط في الجانب النظري والجانب المعياري، حاولت أن أشتغل كذلك على مدة معينة في عمل البرلمان المغربي، واخترت لذلك الولاية العاشرة يعني 2016-2021 لكي أقدم بعض المعطيات المتعلقة بمنجز البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان، بطبع الحال برؤية يعني تحاول أن تبين التقدم المحرز في هذا المجال، وأيضا كذلك أن تقف عند بعض أوجه يعني النقص أو الاختلال الموجودة، ومحاولة كذلك كان يهمني أيضا أن أستشرف كذلك المستقبل، أي ما هي الإمكانيات المتاحة أمام البرلمان لتحسين الأداء ولتقوية اهتمامه بمجال حقوق الإنسان. وبينت كذلك من خلال بعض استعراض بعض التجارب المقارنة على أن البرلمان يبقى هو البؤرة الأساسية في صناعة التشريع من جهة، وكذلك في مراقبة السياسات العمومية وتقييمها، ولكن أيضا هو كذلك الملجأ الأساسي بالنسبة للمدافعات والمدافعين حقوق الإنسان من أجل ترافع ومن أجل كذلك إسماع صوتهم، لأنه بالنسبة للبرلمانات في الدول الديمقراطية العريقة هو البؤرة الأساسية للترافع. إذن سي عبد الرزاق، الكتاب من خلال التصفح ديالو كيبين واحد المسألة هامة حاليا في البحث العلمي، ألا وهي المتعلقة بجانب الربط ما بين الممارسة باعتبارك أنك فاعل حقوقي اشتغلتي في هذا الجانب، سواء حينما كنت مديرا لديوان سابقا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وباعتبار كذلك الأدوار التي والتجارب الكبرى التي ركمتها في مجال العمل الحقوقي داخل الجمعيات والمنظمات المهتمة بهذا الجانب. يبقى التساؤل، حينما تحدثت أنك أبرزت الجوانب الإيجابية وكذلك توقفت أعتقد على الجوانب المتعلقة بالنقص الذي وجدته والذي وجدته أثناء إعداد هذا الكتاب، حبذا لو تعرفنا على ما هي الجوانب، لا نقول السلبية ولكن جوانب القصور التي وجدتها أثناء إعداد الكتاب. هناك بطبيعة الحال يعني كما أسلفت، عندما تريد يعني الكتابة على موضوع يعني نسبيا ليس فيه تراكم كثير وربما كذلك فيه نوع من الجدة، هذا فيه واحد نوع من يعني التحدي، فيه كذلك واحد نوع من المخاطر، ولكن أنا أردت أن
يعني استثمر كما تفضلت تجربتي العملية لكي أضعها في 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 هذا الكتاب لتكون كذلك رانا إشارة المتتبعين والمهتمين بالموضوع. لكن بالنسبة لي الصعوبة أو المشاكل مرتبطة ب دائما السعي إلى الابتعاد على قدر المستطاع على نوع من التنظير، الجانب التنظيري المحض، وفي نفس الوقت يعني إبراز هذا الجانب المرجعي المهم في حدود معينة، ولكن أيضا ربطه بالهنا والآن، يعني بالتجربة المغربية، ومحاولة كذلك تبيان ما هو الآفاق الممكنة لتطوير العمل البرلماني في مجال الاهتمام بحقوق الإنسان. ولذلك كما سوف تلاحظون في الفهرست هناك كذلك استحضار لمواضيع جديدة للآنية، مثلا كيف تمت معالجة معضلة كوفيد في علاقتها بحقوق الإنسان والعمل البرلماني على سبيل المثال. أيضا كذلك تمت يعني تطرق إلى مواضيع ربما عندها واحد الأهمية خاصة في انشغالات البرلمانات عموما، ولكن أيضا بالنسبة للبرلمان المغربي، مثل إلغاء عقوبات الإعدام. وأيضا كذلك بالنسبة لمواضيع تتعلق أيضا بالحق في الوصول إلى المعلومة، بمواضيع تتعلق مثلا بمختلف حقوق المطالب الحقوقية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية السياسية أو الحقوق الاجتماعية والثقافية، والتي حاولت أن أبرز الاهتمام البرلماني بها من خلال معطيات مؤشرات مرقمة. وهذا الجانب ديال الحصيلة يعني البرلمانية كان في كذلك عمل شاق ومضني، لأنه أنا اشتغلت على متن ديال الأسئلة البرلمانية على سبيل المثال يفوق 40,000 سؤال التي اشتغلت عليها، والتي استخلصت منها ما له علاقة بحقوق الإنسان والذي يقارب تقريبا 7,000 سؤال. وأيضا على مستوى التشريع يعني تقريبا في الولاية العاشرة 312 نص تشريعي، منها 62 نص تشريعي تهتم بحقوق الإنسان في جوانب متعددة منها. وحاولت كذلك أن أقف عند بعض هذه النصوص التشريعية نظرا لأهميتها، مثلا القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أو القانون التنظيمي المتعلق بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، وأيضا قوانين ذات أهمية خاصة بالنسبة للولاية العاشرة حاولت أن أسلط الضوء عليها وأن أبين أهميتها فيما يتعلق باستهدافها دافعها لبعض الضمانات الأساسية لممارسة بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي. يبقى كذلك تساؤل طبيعة الحال هذا الكتاب باعتبار المضامين التي يشمل عليها، يبقى السؤال كيف استقبلت لا بالنسبة للبرلمان وكذلك بالنسبة للحركة الحقوقية، كيف تم استقبال كمرحلة أولى مادام أن الكتاب هو إصدار جديد، ولكن يمكن أن تدلي بارتسام أولي كيف تم استقبال الكتاب لا بالنسبة للبرلمانيين ولا بالنسبة للنشطاء حقوق الإنسان؟ أولا يجب أن أشير إلى أنه اهتمام كبير واش كان؟ نعم، يجب أن أشير إلى أنه منذ الإعلان عن صدور الكتاب في مطلع مارس المنصرم لاحظت أن هناك اهتمام كبير جدا بهذا الإصدار، ولاحظت كذلك أنه على مستوى مختلف المنابر الصحفية كان هناك يعني
النشر لخبر الإصدار، وهناك كانت تغطيات أيضا لعدة مناسبات تم فيها تقديم هذا الكتاب في بدعوة من هيئات ومنظمات ومؤسسات كذلك رسمية، وهناك يعني طلبات من عدة يعني مؤسسات جامعية لتقديم هذا الكتاب ومناقشته، سواء في هذا الشهر الفاضل شهر رمضان أو بعده. هناك يعني مواعيد كثيرة تم تحديدها لتقديم هذا العمل. بطبيعة الحال تلقيت كذلك انطباعات إيجابية مشجعة من عدة دوائر، سواء في البرلمان أو في الحكومة أو في المؤسسات الدستورية، أو كذلك من صديقات وأصدقاء من النشطات ونشطاء حقوق الإنسان. وبطبيعة الحال هذا بالنسبة لي عامل مشجع وحافز على يعني المزيد من الاهتمام ديالي بمجال الكتابة والتأليف في هذا المجال، وحافز كذلك على يعني استكشاف إمكانيات ومواضيع أخرى في هذا المجال أو غيره من المجال. لكن المهم هو أنه الكتاب أيضا تمت برمجته ضمن برنامج المعرض الدولي لنشر الكتاب المقرر في مطلع شهر يونيو بمدينة الرباط. وبالنسبة لي هاد يعني ردود الفعل الإيجابية مشجعة جدا بالنسبة لأفاق البحث في هذا المجال. هل يمكن اعتبار هذا الاهتمام الواسع بالكتاب وبموضوعه يمكن أن يشكل حافزا نسمع عن إعداد كتاب آخر حول موضوع آخر؟ لدي كمحطة بطبيعة الحال لدي مشروع لإصدار جديد مع أخ وصديق الأستاذ أيت إبراهيم، يتعلق بحقوق الأشخاص في وضع إعاقة في المغرب، وسنشتغل معا على يعني إخراجه في غضون نهاية السنة الجارية. وكما سبق أن قلت في لقاء آخر، قلت أن هذا العمل أيضا هو نوع من الترافع من أجل رد الاعتبار للعمل البرلماني، ومحاولة كذلك تحفيز زميلات وزملاء آخرين الذين لهم بطبيعة الحال إمكانيات للتفكير في إصدار أعمال أخرى، سواء في هذا الجانب أو في جوانب أخرى التي لها علاقة بطبيعة الحال بعملهم وانشغالهم. إذا كان كتاب يتحدث بالدرجة الأولى حول المرجعيات والممارسات، وكما تفضلت في بداية اللقاء أن قد توصلت إلى عدد من الخلاصات والاستنتاجات يمكنك أن تتحدث عن أهمها. بطبيعة الحال هناك الكتاب أختمه بهذه الاقتراحات، ومن أهم الاقتراحات التي خلصت إليها انطلاقا بطبيعة الحال من التحليل وكذلك من استقراء التجارب المقارنة، أهمية أن يرتقي عمل البرلمان بمجلسه إلى مستوى مؤسسة اهتمام بحقوق الإنسان من خلال إحداث لجنة موضوعاتية دائمة تعنى بحقوق الإنسان، لأن هذا هو التوجه الذي تسير عليه مختلف البلدان مختلف البرلمانات، وهذا هو التوجه كذلك الذي ينصح به الاتحاد البرلماني الدولي، على اعتبار أنه اللجنة الموضوعاتية الدائمة لحقوق الإنسان هي الأداة المؤسسات هي التي من خلالها يبين البرلمان اهتمامه بحقوق الإنسان، وكذلك يعطيها ما يعرف بالولاية الشاملة كما حددتها وأعطت مواصفاتها يعني
المنظومة الدولية خاصة مجلس حقوق إنسان الذي أعطى لهذه الآلية مواصفات واختصاصات مهمة ومدققة أشرت إليها في الكتاب. ولا بد بطبيعة الحال أن نرتقي في المغرب إلى أن نحدث مثل هذه الآلية التي يمكنها أن تقوم بهذه الأدوار. هناك طبيعة الحال جانب آخر متعلق بتقوية دور البرلمان في زاوية تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق إنسان، وهذا يستدعي بالضرورة يعني قراءة يعني منفتحة ومتأنية ورزينة وسليمة لمقتضيات الفصل 160 من خلال يعني تمكين البرلمان من أن يناقش تقارير المؤسسة الدستورية المختلفة، وتكون بالنسبة له سندا وأداة كذلك لهذا التقييم للسياسات العمومية. هذه الخلاصتين أساسيتين بالنسبة لي من أهم الخلاصات التي انتهيت إليها في هذا الكتاب. هل توصلت بشيء أصداء من طرف البرلمان بخصوص هذا المقترح، خاصة كما ذكرت ديال إحداث لجنة خاصة أن تكون مدمجة داخل لجنة العدل والتشريع؟ حسب العلمي أنه الآن في المجلسين هناك ورش مفتوح بالنسبة لمراجعة النظام الداخلي للمجلسين، وأتمنى أن تكون هذه النقط من ضمن نقاط أخرى ضمن اهتمامات المجلسين، وأن يتم يعني التداول فيها والأخذ بها وإدماجها في هذا النظامين. إذن شكرا سي عبد الرزاق على هذه المعلومات وهذه المعطيات، وأعتقد أن هذا الكتاب في حاجة إلى نقاش وإلى دراسة وإلى إطراء. شكرا سي عبد الرزاق. Thank you.